تعرف أكثر عبارة ممكن إنها توجع قلبك؟ إنهم يحكوا إنك أنت فاشل وما رح تنجح. طبعاً هالكلام كسرته كبيرة على قلبك وممكن يسبب لك إحباط كبير وممكن يكون أكبر سبب لفشلك، ولكن ممكن تصنع من إحباطهم درج تصعد فيه لنجاحك. ممكن بنجاحك تنثر الرماد بعيون كل واحد راهن عليك بالفشل، تعبر على أجسادهم البالية عشان تحكي لهم أنا نجحت وعملتها، تصنع من عباراتهم سبب لنجاحك وتحدي بيجعلك تعمل المستحيل عشان تثبت نفسك إنك أنت موجود. أنت موجود لغاية ولبصمة ربنا كرسها إلك بالكون وجعلك مصدر فخر لكل شخص بيعرفك. فلا تستهين بنفسك، وبإمكانك تجعل من كل أحلام حقيقة. فلذلك ردد معي: اللهم يا مالك الملك، وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. ربي يرضى عنكم جميعاً.